قمة مصرية بحرينية أردنية بشرم الشيخ تبحث تعزيز التعاون الثلاثي وتعزيز العمل العربي المشترك. الرئيس السيسي يرسل برقية عزاء ومواساة للرئيس سلفاكير في وفاة وزير الري والموارد المائية بجنوب السودان. مدبولي يبحث إجراءات تيسير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية ويوجه بحل أي مشكلات تواجه هذا القطاع. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية في شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، حيث أكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين الدول الثلاث بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، وذلك في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة. من جانبهما أشاد ضيف مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما رحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بأخيه جلالة الملك الأردني ضيفاً عزيزاً على مصر، مشيداً سيادته بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك. كما عقدت قمة ثلاثية في مدينة شرم الشيخ جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. تناولت القمة العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة. وأكد القادة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة. كما رحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا المشتركة بما يعزز الجهود لحماية الأمن القومي العربي ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك والقضايا العربية وشعوب المنطقة. أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء ومواساة لشقيقه الرئيس سلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان والسيد رياك مشار النائب الأول لجمهورية جنوب السودان ولحكومة وشعب جنوب السودان، وذلك في وفاة وزير الري والموارد المائية السيد بناوا بيتر قاتكوث، داعيا الله عز وجل للفقيد بالرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
هذا وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد قاد كوث كان إحدى قامات العمل الوطني المخلص في القارة الإفريقية، حيث أفنى حياته دفاعا عن قضايا وطنه، وكان شديد الحرص على دوام التواصل والعمل المشترك مع المسؤولين المصريين لتنسيق المواقف تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارات والجهات المعنية بما يحقق تدابير احتياجات القطاع الطبي من خلال آليات الشراء الموحد. وخلال اجتماع عقده لبحث إجراءات تيسير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لفت مدبولي إلى أهمية الإسراع في توفير تلك الاحتياجات لتدبير متطلبات هذا القطاع الحيوي. كذلك تطرق الاجتماع لاستعراض الخطوات الجارية في إطار التعامل مع المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتنظيم إصدار الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج وأهمية دور البنك المركزي في هذا الصدد. أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالمجهود المبذول في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس، حيث جرى استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2022-2023. وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022-2023. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اعتزازه بالمشاركة الفاعلة من النواب الشباب بالبرلمان المصري على مدى يومين في المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقدت 4 جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والخبراء لمناقشة حالة تغير المناخ وتأثيرها على حقوق الإنسان والعمل البرلماني لمكافحة تغير المناخ والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المناخ، وهو ما يمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً منفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الأمر الذي برهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي منظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المناخ. استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس السيد وارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. وخلال اللقاء أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالدعم المقدم من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لشباب البرلمانيين، والذي ظهر خلال فعاليات النسخة 8 للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب والذي عقد مؤخرا في مدينة شرم الشيخ. من جانبه أشاد السيد وارتي باتشيكو باختيار قضية تغير المناخ على جدول أعمال المؤتمر، مؤكدا ضرورة وجود خطوات ملموسة لحل تلك القضية الوجودية. استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق دور اليابان الحيوي في مجالات النقل والصحة والتعليم وغيرها من المجالات للتعاون، مثل تطوير المتحف المصري الكبير وإنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق. من جانبه أشاد السفير الياباني بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، لافتا إلى رغبته في تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية للمصريين المصرية اليابانية. كما استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمكتبه وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط. خلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة لا تدخر جهدا من أجل توفير التمويلات التنموية اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة، في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة على سد الفجوة التمويلية للقطاعات والمشروعات التي تحتاج إلى تمويل.
مضيفة أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة غريب 8، والذي استمر لعدة أيام، وذلك في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة غريب 8، والذي استمر لعدة أيام، وذلك في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب عبد الحميد سيد أحمد مدير إدارة الحرب الكيميائية كلمة أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإدارة الحرب الكيميائية. تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف المستويات، والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة الحرب الكيميائية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور المستمر لمنظومة التأمين الكيميائي لتضاهي أحدث الأنظمة بكافة الجيوش المتطورة في ذلك المجال. كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إدارتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، مشيدا بمنظومة العمل المتطورة داخل إدارة الحرب الكيميائية في الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية. وفي سياق متصل، تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة مركز التحكم الآلي للرصد البيئي والإشعاعي لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومعرضا يضم أحدث منظومات التأمين المتطورة في مجال الحرب الكيميائية والتي تخدم جهود التنمية الشاملة للدولة ودعم المجتمع المدني. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد عددا من مراحل المشروع تم خلالها عرض التقارير لكافة العناصر التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مختلف المراحل. كما ناقش عددا من المشاركين بالمشروع في تنفيذ مهامهم وكذلك الأسلوب الأمثل لمواجهة المواقف الطارئة للتأكد من مدى قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستفادة من كل ما هو جديد في مجالات العلم والتكنولوجيا بما يسهم في الارتقاء بمنظومات التأمين الكيميائي للقوات المسلحة. قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء، حيث نجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 145 فدانا من مزارع نبات البانجو و59 فدانا من جوهر الهيدرو المخدر، وذلك بالسهول ذات التطاريز الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية. استمرارا لجهود قوات حرس الحدود لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء، قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، حيث نجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 145 فدانا من مزارع نبات البانجو. وتسعة
59 فدانا من جوهر الهيدرو المخدر، وذلك بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية. كما تم ضبط 4 أطنان من نبات البانجو الجاف، و107 كيلوغرامات من جوهر الحشيش، و700 كيلوغرام من بذور المواد المخدرة المختلفة، ومصنعين للحشيش بمشتملاته، وكذا مكبس حشيش. كما تمكنت عناصر حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط لودر مخبأ بداخله 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر. وعشرين لفافة من مخدر الهيدرو بإجمالي 8 كيلوغرام. وعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي تم ضبط عربة بها 800,000 قرص مخدر، وبندقيتين مختلفتين في الأعيرة، و21 لفافة بها مشغولات فضية بإجمالي 43.5 كيلوغرام. هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع وتسعى إلى الإضرار بالأمن القومي المصري. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصر عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط عدد 473 عنصرا إجراميا بنطاق 22 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 289 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 56 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1171 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاشان، 142 بندقية، و104 بندقية آلية، و63 مسدساً، و860 فرد محل الصنعة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و130 خزينة، إضافة ل 1318 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 590,616 حكماً قضائياً، من بينهم 2,335 حكم جناية، 207,340 حكم حبس، و299,005 حكم غرامة،
و81,936 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهماً قاموا بارتكاب 39 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 86 حادث ما بين قتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 136 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1555 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 1354 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يقرب من 7,250 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من بذور الخشخاش الأفيون وزنت 150 كيلوغرام، وكمية من بذور القنب البنجو وزنت 125 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 40.5 كيلوغرام، كما تم ضبط أكثر من 15 كيلوغرام من مخدر الأفيون، وضبط أكثر من 9 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 9 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 14,529 قرص مؤثر، و 19,566 قرص ترامادول مخدر، و 18,979 قرص كيبتاجون، و 1,300 قرص إكستاسي. كما تم إبادة 125 فدان منزرعة بنبات القنب البنجو. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 386 مليون جنيه. كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وكذلك تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. تحت رعاية رئيس الجمهورية تتواصل فعاليات مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد في مرحلتها 22. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 424 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 92.5 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 65 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط ما يقرب من 26.5 طن. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 610 قضايا، من بينها 76 قضية خبز ناقص الوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، تم ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 10 أطنان قمح محلية. في إطار التطوير الشامل الذي تشهده شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، والتي أحدثت انسيابية مرورية كبيرة على كافة المحاور، فقد تم رفع كفاءة طريق الإسكندرية مطروح الساحلي ليصبح 6 حارات مرورية للطريق الرئيسي و4 حارات للدعم من الكيلو 101 إلى الكيلو 156.
كما تم إنشاء 9 كباري دورانات لتسهيل حركة السيارات دون اللجوء إلى التقاطعات المباشرة. كل كوبري من كباري الدورانات مزود ب4 مطالع و4 منازل لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم أو الرئيسي، ليكون أمامه 4 اختيارات، إما منزل الطريق الداعم أو منزل الطريق الرئيسي في ذات الاتجاه أو الدوران، ثم يسلك منزل الداعم أو منزل الرئيسي في الاتجاه المعاكس. تم وضع لوحات إرشادية لتوجيه المواطنين إلى المطالع والمنازل الصحيحة، كما كثفت وزارة الداخلية من خدماتها المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتوجيه قائدي المركبات إلى المسارات الصحيحة على طول الطريق. وتم تزويد الطريق بمنظومة كاميرات مراقبة ورادارات ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط المروري وضمان الالتزام بالسرعات المقررة. وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية على طول الطريق حفاظاً على الأرواح والممتلكات. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى لوكسمبورغ لعقد الدورة 9 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ أن وزير الخارجية سامح شكري سيجتمع أيضاً بمجموعة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك للتشاور حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها موضوعات المناخ. وفي ضوء استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ، كما سيعقد سامح شكري عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية الأوروبيين على هامش الاجتماع، وستشمل الزيارة أيضا شقا ثنائيا لتعزيز العلاقات بين مصر ولوكسمبورغ. وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتعامل المهني والسلمي مع التظاهرات، وخلال ترأسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني شدد الكاظمي على ضرورة حماية حق المواطنين في التعبير عن رأيهم، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية مهمتها الوقوف بحزم في وجه محاولات إثارة الفوضى والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين. طالب البطريرك الماروني بلبنان بشارة بطرس الراعي بتشكيل حكومة جامعة بأسرع ما يمكن، وناشد الراعي في عظته جميع القوى السياسية أن تحيد صراعاتها ومصالحها وأن توفر الاستقرار السياسي من أجل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ولدرء أي خطر إقليمي عن لبنان. وقال الراعي إن اكتمال السلطة الشرعية شرط أساسي لإكمال المفاوضات مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي حماية الروس من منطقة أو في منطقة دونباس. وأضاف لافروف أنه ولمدة 8 سنوات قامت وزارتا الخارجية والدفاع بالاشتراك مع أجهزة الاستخبارات بالدعوة إلى تطبيق اتفاقيات مينسك التي تم الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتم إقناع جمهوريتي دونيسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين أعلنتا استقلالهما بالتوقيع على اتفاقيات مينسك والتي تضمن وحدة وسيادة أراضي أوكرانيا. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ قال إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تستغرق سنوات. وأضاف أيضا أن تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد من فرص تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية. وكان ستولتنبرغ قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع أن توافق قمة حلف الأطلنطي في مدريد في وقت لاحق من هذا الشهر على حزمة مساعدات لأوكرانيا من شأنها أن تساعد البلاد في الانتقال من أسلحة الحقبة السوفيتية القديمة إلى عتاد الحلف الذي يتسم بمواصفات قياسية.
أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن الوضع شمالي خركييف صعب للغاية، حيث تحاول القوات الروسية الاقتراب لمعاودة قصف المدينة. وأوضح مستشار وزير الداخلية الأوكراني فاديم دينيسكو، أوضح أن روسيا تحاول جعل خركييف مدينة على خط المواجهة، خاصة وأن المدينة تعد ثاني أكبر المدن الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجومها على مدينة سيفرودونيسك في شرق أوكرانيا يمضي قدما، وأنها سيطرت على حي يقع على مشارف المدينة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن صواريخ كاليير طويلة المدى استهدفت مقر قيادة في منطقة دونيسك، مما أدى إلى مقتل جنرالات وضباط أوكرانيين من وحدات منها هيئة الأركان العامة. وقالت روسيا أيضا أنها دمرت 10 مدافع هاوترز وما يصل إلى 20 مركبة عسكرية في مدينة ميكولاييف الأوكرانية، وكانت الدول الغربية زودت كييف بها خلال الأيام العشرة الماضية. دمر قصف روسي استهدف مدينة سرديانا وبوادا بمنطقة سومي الأوكرانية ما لا يقل عن 10 منازل حسب ما أفادت السلطات الأوكرانية. وأظهر تسجيل مصور بثته محطات تلفزيونية رسمية الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة، في حين قالت الداخلية الأوكرانية إن الهجوم وقع في الساعات المبكرة من صباح اليوم. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. ألمانيا تتحول إلى الفحم للتعويض عن تراجع إمداداتها من الغاز الروسي. اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الركود ليس حتميا في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية، مثيرة مخاوف من احتمال حدوث انكماش اقتصادي. وشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤ مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5% في الربع الأول من العام، وتظهر بداية الربع الثاني أن التباطؤ سيستمر في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والعقارات ومبيعات التجزئة. قال وزير النقل البريطاني إن إضراب عمال السكك الحديدية المزمع هذا الأسبوع خطأ فادح، وأعلن أكثر من 50,000 من عمال السكك الحديدية الدخول في إضراب عن العمل أيام 21، 23، و25 من يونيو ضمن نزاع حول تجميد الأجور وخفض الوظائف، فيما وصفته نقابة عمال السكك الحديدية والنقل بأنه أكبر إضراب في هذا القطاع منذ أكثر من 30 عاما. أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الإمدادات الروسية، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم. وقالت وزارة الاقتصاد أنه يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء، وبالتالي سيتعين استخدام محطات الطاقة العامة بالفحم بشكل أكبر. أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ارتفاع معدل التضخم بنسبة 11.73%. من جهة أخرى أعلنت شركة بتروبراس البرازيلية رفع أسعار الوقود، مما أثار غضب الرئيس جيير بولسونارو الذي يواجه، إضافة لارتفاع معدلات التضخم في البلاد، يواجه معركة انتخابية. يواجه اقتصاد البرازيل مشاكل بعد أزمة كورونا، إضافة إلى ضغوط التضخم التي تسببت بها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وإضافة للأعباء التي يواجهها الاقتصاد البرازيلي، أعلنت شركة بتروبراس البرازيلية شبه الحكومية للنفط رفع أسعار الوقود في البرازيل، مما أثار غضب الرئيس جاير بولسونارو الذي يواجه، إضافة لارتفاع معدلات التضخم في البلاد، معركة انتخابية. ويشكل ارتفاع
الأسعار في البرازيل وخصوصا المواد الغذائية والوقود نقطة ضعف في حملة الرئيس، وفي تحد لظروف الاقتصاد البرازيلي أعلنت شركة بتروبراس وهي أكبر شركات النفط في أمريكا اللاتينية أنها سترفع سعر البنزين بنسبة 5.8% والديزل بنسبة 14.26%، وذلك اعتبارا من اليوم. وعززت الشركة قرار رفع الأسعار إلى سيناريو ينطوي على تحد في البرازيل والعالم، في إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا والتي أدت إلى رفع أسعار النفط في العالم. وسبق أن شهدت أسعار الوقود في البرازيل ارتفاعا العام الماضي بنحو 33% وفق أرقام رسمية، علما بأن أحدث رفع للأسعار حدث قبل 3 أشهر. هذا وبلغ معدل التضخم في البرازيل نسبة 11.73%، وهو أعلى بكثير من الهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 3.5%. ورفع البنك المركزي البرازيلي معدل الفائدة الأساسي للمرة 11 تواليا، وذلك في محاولة لمكافحة التضخم. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الجولة الأخيرة من الانتخابات التشريعية حتى حدود منتصف النهار بلغت 18.99%، وتعد هذه النسبة بمثابة الأعلى من المسجلة في الدور الأول عند حدود منتصف النهار ب 18.43%، كما أنها الأعلى من انتخابات عام 2017 المسجلة ب 17.75%. جولة ثانية حاسمة من الانتخابات التشريعية الفرنسية ستحدد نتائجها هامش التحرك المتاح أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السنوات الخمس المقبلة في مواجهة يسار يوصف بالموحد الصفوف. نتائج آخر استطلاعات للرأي أظهرت أن الائتلاف الوسطي معا بقيادة الرئيس الفرنسي سيفوز من دون أن يكون مؤكدا حصوله على الغالبية المطلقة، أي 289 نائبا من أصل 577 في الجمعية الوطنية، وهي عتبة لا بد منها لإنجاز سياساته. وفي حال حصوله على غالبية نسبية سيضطر الرئيس الفرنسي إلى البحث عن دعم ضمن كتل سياسية أخرى لتمرير مشاريع القوانين التي يقترحها. وفي المرحلة الأخيرة قبل الاقتراع تحدث ماكرون عن التهديد الذي يشكله ما وصفهم بالمتطرفين الذين إن فازوا في الانتخابات سيزرعون الفوضى في فرنسا، متهما إياهم أيضا بالعزم على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع ما لا يقل عن 4 مرات في غضون سنتين في أجواء توتر بسبب أزمات متتالية، لا سيما جائحة كورونا والأزمة في أوكرانيا والتضخم والتهديدات التي تحيط بالاقتصاد. كما تأتي الانتخابات في خضم موجة حر تضرب فرنسا، وهو ما يترك بلا شك بصمة سلبية على نسب التصويت. ذكرت السلطات الهندية أنه تم استدعاء قوات الجيش لإنقاذ آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات العارمة والتي اجتاحت شمال شرقي الهند وبنغلاديش. وفي ولاية أسام الهندية لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات، حيث غمرت المياه منازل مليوني شخص وفقا لوكالة إدارة الكوارث الحكومية. أعلنت السلطات المحلية في الصين مصرع 4 أشخاص وفقدان شخص آخر جراء هطول أمطار غزيرة على جزء من منطقة كوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوب الصين. المزيد في سياق التقرير التالي. عواصف شديدة اجتاحت مناطق شاسعة من جنوب الصين، مما أدى إلى حدوث فيضانات في المدن وانهيارات طينية في المناطق الريفية مع وصول الموجة الأولى من الأمطار الصيفية إلى ذروتها. الشوارع تحولت إلى أنهار وجرفت المياه السيارات والمنازل ذات الطابق الواحد في مقاطعتين على الأقل، وذلك في إقليم قويتشو بجنوب غرب الصين، حيث كان هطول الأمطار في بعض المناطق هو الأشد منذ
30 عاماً. وتاريخياً الصين عرضة لفيضانات الصيف، ولكنها أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر عرضة بسبب إزالة الغابات واستصلاح الأراضي الرطبة وتخزين المياه لتوليد الطاقة والري، ويعد تغير المناخ أيضاً من تلك الأسباب. وتتسبب الفيضانات السنوية خلال موسم الأمطار بالصين في حدوث فوضى وجرف طرق ومحاصيل ومنازل، لكن التهديد تفاقم على مدى عقود، ويرجع ذلك جزئياً إلى البناء واسع النطاق للسدود والحواجز التي قطعت الروابط بين الأنهار والبحيرات المجاورة. وكانت العواصف الصيفية المبكرة أكثر حدة وأطول أمداً من المعتاد هذا العام، حيث بلغ هطول الأمطار في جوانغشي وجوانغدونغ وفوجيان أعلى مستوياته منذ عام 1961. وفي يوليو من عام 2021 لقي مئات الأشخاص حتفهم، حيث اجتاحت فيضانات شديدة مدينة تشينغتشو التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة في وسط الصين، غرق بعضهم في خط مترو أنفاق غمرته المياه. هيئة الأرصاد الجوية قالت إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى أوائل الأسبوع المقبل، لكنها ستنحسر في الجنوب قرب الانقلاب الصيفي. نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أولى ورش العمل في إطار الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة. وخلال ورشة العمل التي تم تخصيصها لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل الوثيقة، استعرض مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات أسامة الجهري المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها، ذلك بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها أو من تخرجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل. وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021-2022 في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع داخل لجان امتحانات ومراقبة مؤمنة بالمدارس، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المعتمد. وفي سياق متصل، تعقد امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع بداية من 20 من يونيو، حيث يؤدي الطلاب يوم 20 من يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، فيما يؤدي الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم 21 من يونيو. أكدت وزارة الموارد المائية والري أن معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل خلال شهر يونيو الجاري مبشرة. وخلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، وجه وزير الموارد المائية والري بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد في جميع أجهزة الوزارة، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف. أعلنت وزارة الصحة نجاح المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب في تطعيم 221,736 مواطنا ضد فيروس كورونا، وذلك خلال 8 أيام من انطلاق الحملة في 4 محافظات. وأوضحت الوزارة أن محافظات المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب تشمل القاهرة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري. أكدت محافظة سوهاج أنه تم تسليم 14 سيارة إسعاف لمديرية الصحة بالمحافظة. وأشارت المحافظة إلى أنه تم التنسيق بين المحافظة ومديرية الصحة لتسليمهما سيارات الإسعاف وتوزيعها على وحدات المحافظة. أكد المحافظ على استمرار عمليات التطوير والدعم في جميع القطاعات بالمحافظة لخدمة المواطنين. We'll be right back.
نظمت جامعة طنطا قافلة طبية بمركز قطور بمحافظة الغربية. وأوضح رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي أن القوافل الطبية تجوب قرى ومراكز المحافظة، موضحا أن قافلة اليوم تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب لتقديم الرعاية الطبية إلى الأسر الأولى بالرعاية، وشهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 513 حالة من أهالي القرية. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة تستعرضها لنا ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا أميرة وشكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالجهود المبذولة لدفع أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، وقد جاء ذلك خلال لقاء عقدة عقده مدبولي مع وزير البترول طارق الملا لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص عددا من ملفات العمل وكذا المشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول. كما اطمأن رئيس الوزراء خلال الاجتماع على توافر المنتجات البترولية المختلفة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية منصور الحامد لبحث تعزيز التعاون وفرص زيادة الاستثمارات للشركة الإماراتية في مصر. وأكد وزير البترول طارق الملا استعداد قطاع البترول لتعميق الشراكة مع الشركة الإماراتية التي تتطلع لضخ استثمارات جديدة في عدد من المجالات وتنويع استثماراتها في قطاع البترول، مشيرا إلى أن مجالات الطاقة والبترول والغاز أكبر داعم للتعاون المصري الإماراتي على الصعيد الاقتصادي. من جانبه أكد رئيس شركة مبادلة للبترول أن مصر دولة واعدة وزاخرة بالفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبترول والغاز، مضيفا أن الشركة تتطلع لزيادة ضخ استثماراتها في مصر، مؤكدا جاهزيتها للمشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة بهذا القطاع. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب أن الهيئة تقوم بتنظيم عدد كبير من اللقاءات وزيارات للمستثمرين الأجانب بشكل دوري، وذلك بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة أي تحديات عالمية. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري العماني بحضور ممثلي كبرى الشركات العمانية والمصرية وكذلك أعضاء غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان. وتتضمن زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة عمان زيارات ميدانية لعدد من المصانع بالمناطق الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر بهدف تعريف الوفد العماني بمزايا الاستثمار بالمناطق الاستثمارية والفرص المتاحة على أراضي مصر. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الرئيسية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع جماعي بضغط من مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. وأما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9866 نقطة وأغلق عند 9728 نقطة منخفضا بذلك بنسبة 41%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1854 نقطة وأغلق عند 1820 نقطة متراجعا بذلك بنسبة 1.82%. كما تراجع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 والذي فتح عند مستوى 2738 نقطة ليغلق عند مستوى 2693 نقطة منخفضا بنسبة 1.63%.
سجلت بورصات الخليج انخفاضات حادة وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية في إطار سعيها لاحتواء التضخم إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي. وهبط مؤشر البورصة السعودية وهو الأكبر بالمنطقة بنسبة 4.4%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر من عام 2021، مع هبوط أغلب الأسهم ومنها سهم شركة النفط العملاقة أرامكو، والذي هبط بنسبة 4%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لأميرة ومحمد، إليكما. شكرا لك. أتمنى أن أنا أشوف مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية، يعني الزمالك إن شاء الله 2-1. أنا متوقع أداء كويس من النادي الأهلي، إحنا أعلى، هنقدم ماتش كويس، في جاهزية عند اللعيبة، الزمالك عنده نقص كتير، عنده الناحية اليمين فاضية المسلوسي وحازم مفيش، عبد الغني لسه راجع من إصابة، بإذن الله الأهلي هيكسب وهيكسب مكسب كبير بإذن الله. إن شاء الله الزمالك 3-1. عزيزو بن شرقي متوقع أداء إن شاء الله طبعا النادي الأهلي، نتيجة أنا شايف هيبقى فرق 3 4-1 3-0 5-2، يعني أنا شايف إن النتيجة هتبقى إن شاء الله سلبية للزمالك إيجابية للنادي الأهلي. الزمالك هيكسب 1-0. هذا وأعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم إسباني بقيادة خوسيه منويرة لإدارة اللقاء. تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل حسن حسني، والذي ولد عام 1931 بالقاهرة. قدم النجم الراحل خلال مسيرته مئات الأعمال الفنية التي نجح من خلالها في حفر اسمه وسط نجوم الفن المصري. رحم الله الفنان القدير حسن حسني الذي أمتعنا بأعماله التي لا تنسى. وصلنا مع حضراتكم لختام السادسة، بقي أن نذكركم بأبرز عناوينها. قمة مصرية بحرينية أردنية بشرم الشيخ تبحث تعزيز التعاون الثلاثي وتعزيز العمل العربي المشترك. الرئيس السيسي يرسل برقية عزاء ومواساة للرئيس سلفا كير في وفاة وزير الري والموارد المائية بجنوب السودان.
مدبولي يبحث إجراءات تيسير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية ويواجه بحل أي مشكلات تواجه هذا القطاع. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.